مساء الخير مشاهدينا، العرض الإخباري جديد ومباشر من القناة الأولى بالرباط، تتابعونا في أبرز عناوين هذا المساء. المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تقدم معلومات دقيقة لمصالح الاستخبارات الفرنسية حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشي كان يستهدف مكان للعبادة بفرنسا. جمهورية كولومبيا تؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم يكون مبنيا على التزام جميع الأطراف. في ظل المخاوف من الانتشار السريع للمتغير البريطاني لفيروس كورونا وارتفاع الحالات الحرجة، التقيد بالإجراءات الاحترازية يظل السبيل الأوحد لتصدي للجائحة في انتظار بلوغ المناعة الجماعية بواسطة اللقاح. ظاهرة التصحر تلقي بظلالها على الوسط الطبيعي بالمغرب وتشكل تحديا حقيقيا على المستوى الاقتصادي والبيئي، إشكالية نعرض لها في الفقرة البيئية لهذه النشرة. أهلا بكم من جديد. مستهل أخبارنا برقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للسيد غوين شوان فوك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام الاشتراكية. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئه للسيد غوين شوان فوك مقرونة بمتمنياته الصادقة له بالتوفيق في مهمه السامية. قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية DGSE وDGSI بتاريخ فاتح أبريل الجاري معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكان للعبادة بفرنسا. وبحسب تصريح للناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فإن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3 و4 أبريل الجاري بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي. التفاصيل. الفاتح من أبريل الجاري معلومات دقيقة تقدمها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف كنيسة بفرنسا. تفاعلا مع هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، السلطات الفرنسية المختصة تبشر في ليلة 3 و4 أبريل الجاري بعد استغلالها عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي. المعلومات شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في تنظيم داعش. وقد تم إخطار السلطات الفرنسية بوقت كاف بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجاز عليهم والتمثيل بهم. المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وضعت كذلك رهن إشارة السلطات الفرنسية المذكورة معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم داعش الإرهابي والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية. تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف الذي يستهدف أمن
وسلامة مواطني كلا البلدين. في جديد قضية وحدتنا الترابية، كولومبيا تؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم يكون مبنيا على التزام جميع الأطراف. كان ذلك خلال اجتماع افتراضي عن طريق تقنية التواصل المرئي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزيرة الخارجية الكولومبية. تميز كذلك بالتوقيع على 4 اتفاقيات. نوال جوراري وعبد الله مزاح. بين الرباط وبوغوطا أزيد من 40 سنة من العلاقات الدبلوماسية. اليوم يتعزز هذا الزخم بمباحثات ثنائية عبر تقنية الفيديو تطرقت للتطور الإيجابي الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وكولومبيا، وتوجت بالتوقيع على عديد الاتفاقيات الثنائية. 4 اتفاقيات مهمة لتطوير يعني التبادل الإنساني بين البلدين، سواء فيما يخص رفع التأشيرة على الجوازات أو فيما يخص تعزيز الطيران الجوي أو كذلك في مجال التعاون جنوب جنوب من خلال الاتفاق اللي كان بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة الكولومبية، وأخيرا كان اتفاق لتطوير التنسيق في المحافل الدولية فيما يتعلق بمكافحة المخدرات. كولومبيا جددت وعلى لسان وزيرة خارجيتها كلاوديا بلوم خلال هذا الاجتماع الافتراضي جددت موقفها بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث تدعم بوغوطا مبادرة الحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية. كولومبيا عندها موقف جد بناء في بدعم والاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية المملكة المغربية. وهذا الاجتماع هذا كيوضع خريطة طريق للتعاون الثنائي في المستقبل، وفي نفس الوقت كيوضح المواقف من هذه القضايا وخاصة الموقف الإيجابي لكولومبيا من قضية الصحراء المغربية. الطرفان تبادلا أيضا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد عبر المغرب عن التزامه باعتباره عضوا ملاحظا في مجموعة الأنديز وفي تحالف المحيط الهادئ بمواصلة التعاون النشيط والفعال مع بوغوطا في إطار اتفاقات الشراكة التي تجمعها مع هذه المنظمات الإقليمية والتي ترأسها حاليا كولومبيا. إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية يظل رهينا بجلوس الطرفين الحقيقيين المغرب والجزائر على مائدة الحوار. هذا ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر هي طرف حقيقي بالنسبة للمغرب. محمد رضا رابتي. ضدا على الشرعية، ضدا على المنطق، ضدا على الواقع، تطالعنا يوميا خرجات ومناورات يائسة عقيمة للنيل من وحدتنا الترابية، تقابلها مكتسبات مغربية على المستويين الميداني والدبلوماسي، وإيمان راسخ بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع المفتعل. والنزاع أطرافه الحقيقيون باتوا اليوم مكشوفين. نتحدث عن الجزائر الجارة، تحشد، تغالط، تتحرك وتكثف مساعيها. الجزائر طرف حقيقي في هذا النزاع. الجزائر بهذا الشيء اللي كتقول، بهذا الشيء اللي كدير، بهذا الشيء اللي وهذا التعبئة اللي دايرة، وبهذا يعني بهذا المواقف ديالها كتأكد بأنها الطرف الحقيقي، والمغرب متفق على أن الحل ما يمكن ليكون إلا مغربي جزائري. خابت المحاولات الواحدة تلو الأخرى، فعمدت الجارة إلى اختلاق معطيات مغلوطة كما هي عادتها، آخر صيحاتها عن حقوق الإنسان والمينورسو. ماشي الجزائر اللي تهضر على حقوق الإنسان، ربما آخر من يمكن يهضر على حقوق الإنسان، ولكن المغرب يعني دور المينورسو واضح، هو وقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار فقط للأسف، مراقبة وقف إطلاق النار اللي اليوم المينورسو تعاني من تضييق على تحركتها. وكثيرة هي الترهات المتناسلة التي كشف حقيقتها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. نتوقف عند وقف إطلاق النار. موقف المغرب واضح لا يقبل الجدل.
تشبث بوقف إطلاق النار وحزم في الرد على أي تهديد يستهدف أمن وسلامة الوطن. ومن الداخل دعوة لمجلس الأمن الدولي إلى تحديد المسؤول عن خرق وقف إطلاق النار وعرقلة المسار السياسي. مجلس الأمن بكل موضوعية خصو يحدد من يخرق يوميا وقف إطلاق النار ومن أعلن عن خروجه عن وقف إطلاق النار ومن بالمقابل متشبت وأعلن على أعلى مستوى على لسان جلالة الملك بأن المغرب متشبت بوقف إطلاق النار. الخلط ما يبقاش كذلك من مع المسلسل السياسي ومن يناور في المسلسل السياسي. المغرب قال نعم لتعيين ممثل شخصي. بين من يضطلع بدور بناء، من يشتغل بجدية ومن تتسم مواقفه بالوضوح، وبين من يخالف قوله فعله، من يتلاعب ويناور ويتناقض ويقحم الاتحاد الإفريقي في هذا الملف بون شاسع. والحل بالأمس اليوم كما الغد، الحكم الذاتي وحقيقة يؤكدها الواقع والفعل الدبلوماسي. الصحراء مغربية ولن تفلح أوهام وأكاذيب ومناورات أكل عليها الدهر وشرب في تغيير المعطى على الأرض. وطن يبني وقنصليات تتناسل بأقاليمنا الجنوبية واستعداد للحوار مع الطرف الحقيقي الجزائر من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل. وفي انتظار ذلك قدما يمضي مسلسل مغربية الصحراء لا رجعة فيه. اتفاقية لتعديل بعض قرارات الهيئة المشتركة وقعت اليوم بالرباط بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. طبقا لهذه الاتفاقية سيتم إدخال تعديلات على هيكلة الهيئة المشتركة بشكل يستجيب لورش إصلاح منظومة العدالة. خديجة زروال وعبلفتح السوين. وعيا بأهمية التنسيق بين كل مكونات منظومة العدالة بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية وتأمين حسن مرفق العدالة، يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية التي ستضمن جملة من التعديلات في القرارات المكونة للهيئة المشتركة والتي تضم رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. توطيد العزم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذلك رئاسة النيابة العامة على تسريع وتيرة إصلاح العدالة وعلى إرساء دعائم التعاون والتنسيق، لذلك كان لابد أن نراجع هذا القرار، لأن انتبهنا من خلال التجربة ديال سنتين بأننا نحتاج إلى هيئة مشتركة طبق المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. الهيئة المشتركة بصيغتها وهيكلتها الجديدة ستطلع بمهام تصب كلها في تجويد عمل منظومة العدالة عبر تشخيص مكامن الخلل واقتراح الحلول الناجعة. الآن مشكلة من جميع مكونات السلطة القضائية، هذا هو الجديد فيها أنها ضمت أيضا رئاسة النيابة العامة إلى تشكيلة هذه الهيئة، حيث كانت تغيب عنها في يعني صيغتها السابقة. الهيئة كانت مشكلة من عدد كبير من الأعضاء مما يجعل اجتماعاتها صعبة. الآن تم تقليص أعضائها إلى لجنتين. كان مناسبة لتفادي وتطوير ما تمت ملاحظته ورصده من نواقص في القرار السابق، ولذلك جاء هذا القرار لكي يعمل على وضع نوع جديد وتفعيل نوع متطور من التنسيق وفق المبادئ الدستورية، لا سيما الفصل الأول أو المادة الأولى من الدستور الذي ينص على تعاون السلطات. التوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة يتزامن وتخليد الذكرى الرابعة لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تعتبر محطة هامة في طريق إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. في ظل الكشف وتأكيد تداول المتغير البريطاني لفيروس كورونا وانتشاره ببعض جهات المملكة، يواصل جهاز المراقبة الجينومية مواكبة التطور الجيني لسلالات هذا الفيروس واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة. ووسط المخاوف من الانتشار السريع للفيروس، الدعوة موجهة لجميع المواطنات والمواطنين لاحترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ للحالات في الأيام الماضية. سعيد الإدريسي وسفيان إبراهيمي.
ارتفاع ملحوظ لرقعة انتشار الجائحة يسجل ببلادنا خلال الأيام الماضية، فبعدما تميزت الحالة الوبائية بالاستقرار وانخفاض في عدد الإصابات والوفيات وكذا الحالات الحرجة، بدأت أقسام الإنعاش والعناية المركزة تستقبل الحالات الخطرة، وبالتالي تسجل ارتفاعا طفيفا في معدل ملء الأسرة خصوصا في صفوف الشباب الأقل من 40 سنة. ثلاثة الأسابيع هذا وصلنا حتى العشرة الحالات في الأسبوع، معنى أن كان انخفاض مقارنة مع الفترة الذروة اللي كانت فيها الجائحة، ولكن مع كامل الأسف أننا لاحظنا أن في خلال هذا الأسبوع وفي أواخر الأسبوع الماضي أن هناك ارتفاع طفيف فعلا ديال حالة الإنعاش. السؤال اللي يطرح علاش هذا الارتفاع هذا؟ الحاجة الوحيدة العلمية اللي عندنا هو أننا خصنا نبقاو ملتزمين بالتدابير الاحترازية اللي هي الكمامة اللي هو التباعد وغسل اليدين. وين كنلاحظ بان كاين حالات عند الساكنه اللي هي صغيره فلاش، دونك هذا الشيء كاين بسبب جوج حوايج. لا بروميير دي شوز سي بان كاين لا بوبولاسيون لي با اونكور فاكسيني، لاحظنا بانهم مابقاوش كياخذوا الاحترازات ديالهم اللي هما التعقيم، اللي هما لا ديستانسياسيون، اللي هما تلي بافيت. دونك لاحظنا بان الحالات الحرجه طلعت عند فئه اللي هي الشابه. وضعية يصفها القائمون على تدبير الشأن الصحي الوبائي بالمقلقة وتخوف من عودة ارتفاع الإصابات خصوصا الحرجة، فظهور السلالة الجديدة المتحورة وتزايد انتشارها بسبع جهات يرفع سقف المخاوف بشأن الوضعية الوبائية بالمملكة. مقلقنا لأنه هذا الشيء من نصف يعني فبراير وما بغاش ينزل. شنو المعنى دياله؟ لأنه الفيروس دابا أنه كينتشر وكينتشر بكثرة، واننا كاين خوف فعلي من ان تكون عندنا موجه ثالثه. وغالبا كنظنوا على انه التلقيح اللي دار واللي انه باشر بالاخص الناس اللي في الصفوف الاماميه والناس المسنين بدا كيعطي شويه الاكل ديالو، بحيث ما بقيناش كنشوفوا بزاف الناس الكبار، ولكن ولاو كيجيو عندنا الناس اللي عندهم 40 سنه 50 سنه 30 سنه. هي مؤشرات تفرض علينا مزيدا من الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بكل التدابير الاحترازية والوسائل الوقائية، فالمغرب يسير بخطى ثابتة من خلال الحملة الوطنية للتلقيح التي بلغ فيها عتبة 12% من الساكنة في انتظار بلوغ المناعة الجماعية. وللمزيد من المعطيات والتوضيحات بخصوص الحالة الوبائية ببلادنا ينضم إلينا اللحظة مباشرة من مدينة الدار البيضاء البروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية الوطنية. بروفيسور مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة المشاهدين. شكرا لك، أهلا بك. المراقبة الجينومية بروفيسور المواكبة للتطور الجيني لسلالات فيروس كورونا كشفت أن المتغير البريطاني منتشر في 7 ديال الجهات المملكة، كيفاش قريتي وهاد المعطيات بروفيسور؟ وعلى غرار الدول المجاورة المغرب كيعرف انتشار المتحور الإنجليزي، وهو اللي كيشكل قد يشكل خطورة لأنه سريع الانتشار، ولأن كذلك لما ينتشر بزاف كتكون الخطورة بالغة كما رأينا في المعطيات الوبائية اللي كانت منتشرة في بريطانيا. والآن في المغرب كنلاحظوا أن هناك حركية ديال الفيروس، وهذه الحركية كما جاء في الاستطلاع في كاين واحد المنحنى تصاعدي طفيف ولكن مقلق كيخلينا نبقاو حذرين في هذه الفترة. هذه أشنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ارتفاع الحالات اللي عندها مرض الكوفيد بشكل متطور أسبوع بعد أسبوع، وكنعرفوا كذلك ارتفاع حالات الوفاة، وكذلك كنشوفوا أنه الفئة العمرية اللي كانت مرتفعة في السابق أصبحت الآن منخفضة شيئا ما. معدل العمر عند الناس المصابين واللي كيكون في الإنعاش كيكون بين 58 سنة. هذه المعطيات كتخلينا كنكونوا في واحد اللحظة اللي كتكون حرجة، وما كنتمناوش أن تكون عندنا واحد الحالة ديال موجة ثالثة. نعم. كما عرفتها بعد
وهذا هو المقصود من احترام الوسائل الاحترازية في هذه الظروف. طيب بروفيسور، كيف قلتي وكاين ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات المؤكدة وكذلك في عدد الحالات الحرجة خاصة مع ظهور وانتشار هذه السلالات المتحورة الجديدة، شنو التقييم ديالكم الحالة الوبائية في بلادنا في ظل هذه المعطيات؟ هو الحالة الوبائية اللي كانت مستقرة بعد الموجة الثانية اللي عرفناها في شهر نوفمبر، ولكن بقى ديما عندنا واحد الحالات اللي كنعرفوها، ولكن في هذا الظرف هذه الاسابيع الثلاثه بدينا كنشوفوا كما يبين التبيان اللي كتبينوا لنا وزاره الصحه ان هناك ارتفاع طفيف في الحالات، واليوم عرفنا اكثر من 696 حاله وحالات وفاة اليوم، وكان كنعرفوا أن هناك ارتفاع طفيف في الحالات النشطة. هذا هو اللي كيخلينا نكونوا محتاطين، وهذه الحالات اللي كيتواجدوا بالكثير في جهة الدار البيضاء سطات. نعم. طيب بروفيسور، تزامنا مع هذه السلالات المتحورة الجديدة اللي انتشرت بلادنا، كاين بعض التراخي في احترام الإجراءات والتدابير الاحترازية اللي بدينا كنلاحظوه، فشنو هي الخطورة ديال هذا الأمر وكيفاش يمكن تجنبوا التداعيات والخطورة ديال موجة ثالثة من الوباء لا قدر الله، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك؟ هو التراخي ملحوظ وعلى جميع الجهات في المغرب، وكأننا ربحنا المباراة كيف نقول، وتناسينا أن الفيروس لا زال موجودا بيننا، وهناك خطورة المتحور الإنجليزي اللي أصبح منتشرا في 7 جهات أو أكثر. نعم. وهذا التراخي كيؤدي لا قدر الله إلى ضغط كبير على المنظومة الصحية، وكيؤدي كذلك ارتفاع حالة الوفاة حفظ الله والجميع. احنا اللي ما نتمنى ان يلتزم المواطنون والمواطنات بالوسائل الاحترازية كغسل اليدين، وضع الكمامة في الفضاء العام وكذلك في الفضاءات المنغلقة، والتباعد الجسدي، وعدم الخروج الى الشارع أو إلى الفضاء العام إلا في الضرورات القصوى كالعبال كالتموضوع. نعم. وكذلك يجب أن نحتاط كثيرا، لأن هناك مازال ما وصلناش الحالة ديال المناعة الجماعية كما نقول، وهناك كذلك أن ضعف في الواردات من طرف اللقاحات الموجودة الآن، ونتمنوا في الأسابيع المقبلة نتوصلوا بجرعات. نعم. لغاية تمكننا باش نوصلوا للمبتغى هو ديال المناعة الجماعية، ولكن كاين بتباشير حلول الشهر الفضيل كنعرفوا أن كيكونوا تجمعات، كان هذا هنا الحالة الوبائية لا قدر الله لم احترز خطيناش الاحتياطات اللازمة، وما ونحتطوا وناخذوا واحترام التدابير التي ستأخذها لازمة التي تأخذها السلطات المختصة، نحترموا جميع التدابير والاحترام. شكرا جزيلا لك بروفيسور سعيد متوكل عضو اللجنة العلمية الوطنية على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا، بخصوص المعطيات الجديدة المتعلقة بعملية التلقيح ضد كوفيد-19 المتواصلة بكافة أرجاء بلادنا، وإلى حدود أمس بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى 4,382,917 شخصا، ينضف إليهم 3,992,324 شخصا تلقوا الحقنة الثانية. أما فيما يخص عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة اليوم فقد بلغ 696 حالة، فيما تم تسجيل 546 حالة شفاء و8 حالات وفاة. هذا وتتواصل أيضا عملية التلقيح، تلقيح الأجانب المقيمين في المغرب من خلال مواعيد مضبوطة. هذه العملية لقت استحسان المقبلين على العملية وتنويها بالتنظيم المحكم لها.
عبد الرحيم بن شيخي وما يمرم اليوم هديش طيب. عملية تستمر في ظروف تنظيمية جيدة من خلال مسطرة التلقيح المتبعة عموما، والهدف تلقيح الأجانب المقيمين بالمغرب ضمن الفئة العمرية المستهدفة بمواعيد مضبوطة. أعتبر الأمر جيدا، والأكثر جودة هو التنظيم بطريقة رقمية من خلال رقم 1717 مع رقم بطاقة الإقامة، ونحصل على موعد محدد، وها نحن في الموعد وتمر الأمور بشكل جيد. جاودنا 12 شخص من السفارة ديال السفارة فرنسا، يعني تمت الامور بشكل طبيعي، يعني نفس الاجراءات، تسجلوا على برا في سميتو عند السلطات المحليه، دار معهم الطاقم الصحي الانتيروغاتوار، وخذوا الفاكسان ديالهم يعني عادي. وتسهر الجهات المختصه على ضبط كل المواعيد، مما خلف ارتياحا للمقبلين على عمليه التلقيح. تنظيم جيد جدا، تم التكفل بنا بشكل مسبق، شكرا جزيلا للمغرب. أربع سنوات بالمغرب مع زوجي، هذه فرصة منحها لنا المغرب، وأنا ممتن كثيرا لكل السلطات هنا، حقيقة تنظيم جيد والطاقم ممتاز. هي حملة تستمر مؤكدة نجاحها يوما بعد يوم لكل الأجانب المقيمين بالمغرب، حفاظا على سلامة كل مكونات المجتمع المغربي. ودوليا، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن أي من الدول الأعضاء 27 لم تبلغ في نهاية مارس هدفها لتلقيح 80% من الأشخاص الذين تزيد عمرهم عن 80 عاما، لكن تسريع تسليم اللقاحات سيتيح للاتحاد بلوغ المناعة الجماعية في مواجهة كوفيد-19 هذا الصيف. عبد الحي ناصر. سباق دولي محموم للحصول على لقاحات كورونا تقوده الدول الغنية والتي ابتلعت حتى الآن معظم الإمدادات العالمية من اللقاحات، لكن رغم ذلك فالاتحاد الأوروبي بإمكاناته المالية والتكنولوجية لم يحقق حتى الآن أهداف حملته الواسعة لتلقيح مواطنيه، وهو ما أكدته المفوضية الأوروبية والتي أعلنت اليوم أن أي من الدول الأعضاء 27 لم يبلغ في نهاية مارس الماضي هدفه لتلقيح 80% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما لأسباب مختلفة. لكن تضيف المفوضية من الممكن بلوغ المناعة الجماعية هذا الصيف ببلدان الاتحاد الأوروبي إذا ما تم تسريع تسليم اللقاحات لبلدان الأعضاء. وحتى الآن فقد تلقى الأوروبيون الذين عانوا من تأخيرات كبرى في التسليم 107 ملايين جرعة، وهو أقل بكثير من التوقعات الأولية. وتحاول فرنسا إعطاء دينامية جديدة لحملة التلقيح ضد كورونا بعد أن فتحت أكبر ملاعبها وأشهرها على الإطلاق ستاد دو فرانس، وحولته إلى مركز تطعيم مؤقت يقدم أكثر من 10,000 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أسبوعياً. وفي انتظار تراجع مؤشرات انتشار العدوى، لا زالت سياسة الإغلاق وتشديد الإجراءات السبيل الأوحد لمعظم دول العالم لمواجهة السلالات المتحورة للفيروس، لكن ذلك لم يمنع بعض البلدان من اعتماد إجراءات التخفيف كالبرتغال التي أعادت فتح المتاحف والمدارس وأرصفة المقاهي بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين. وبعيدا عن أخبار كورونا، ننتقل إلى الجزائر، وككل ثلاثاء شهدت شوارع العاصمة وعدة مدن أخرى تجدد مظاهرة الحراك الطلابي التي تأتي في أعقاب حملة اعتقالات في صفوف ناشطي الحراك الشعبي. عبد الوهاب الكاراتي. شارك المئات من الطلبة الجزائريين في مسيرات الثلاثاء للحراك الطلابي الشعبي، مجددين المطالب السياسية التي تتصل بالتغيير الجذري والدعوة إلى مدنية الدولة ورفض الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، والتي أعلن عن تنظيمها عقب حل المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان والقيام بتغيير حكومي جزئي والعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك. حملة الاعتقالات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أمر القضاء الجزائري بإيداع 24 شخصا الحبس المؤقت بتهمة المساس بوحدة الوطن بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن 14 متظاهرا أودعوا الحبس المؤقت بعد أن مثلوا أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد وسط العاصمة، في حين أودع 10 الباقون الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة باب الواد. وكانت قوات الشرطة قد اعتقلت السبت الماضي حوالي 30 شخصا بينهم فتى اتهم الشرطة بإساءة معاملته خلال التحقيق معه، وهو ما دفع بمنظمة العفو الدولية للمطالبة بفتح تحقيق مستقل حول مزاعم تعذيب القاصر. وطنيا، وفي إطار زيارتها الرسمية لبلادنا، احتضن مقر البرلمان جلسة عمل جماعة رئيس مجلس النواب مع رئيسة الدبلوماسية السنغالية، تمحورت حول عدد من قضايا التعاون المشترك بين البلدين. رشيد كنوى ومحمد تونين. جلسة عمل مشتركة جدد خلالها الطرفان عزمهما الدائم على مواصلة العمل سويا لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الرباط ودكار في كل المجالات. المباحثات خاضت في الإشكاليات الكبرى التي تواجه إفريقيا، ومنها أساسا ندرة المياه وتحديات التنمية المستدامة. مباحثتنا لم تستثني الحديث عن المشروع الكبير الجدار الأخضر العظيم. هذا المشروع الكبير للاتحاد الإفريقي وأيضا للسنغال والمغرب، وهنا نؤمن أن تجربة المغربية في تدبير المناطق الجافة وشبه جافة يمكن الاستفادة منها لإنجاز مشروع الجدار الأخضر العظيم. العلاقات بين بلدينا ليست بعلاقات تقليدية، ليست بعلاقات عادية، بالعلاقات لها بعد استراتيجي، وكذلك تتسم بما يمكن أن نسميه بالاستثنائية. المباحثات أثارت أيضا التحديات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 أمام دول القارة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، كما مكن اللقاء من بحث سبل الدعم الدبلوماسي المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية للدفاع عن القضايا المشتركة بين الرباط ودكار. رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي تباحث اليوم أيضا مع السيناتور الأمريكي السيدة كارول موسلي براون عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. المباحثات تناولت سبل تعزيز علاقات الصداقة المغربية الأمريكية العريقة التي تمتد لقرون عدة. وأربى رئيس مجلس النواب حبيب المالكي عن تقديره لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وهو مكسب جاء لتدعيم مواقف الإدارة الأمريكية المتعاقبة في دعم مخطط الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. بالرباط، دائما استقبل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيناتور الأمريكي السيدة كارول موسلي براون عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. هذا اللقاء تناول سبل تقوية العلاقات بين الحزبين، والمتابعة كانت لهدى مسهل رفقة العرب نهيري. يدور الحديث هنا حول فتح آفاق جديدة للتعاون بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الديمقراطي الأمريكي، تعاون يشمل مجالات عدة ويضع قضايا الشباب والنساء على قائمة الأولويات. والسيناتور كارول موسلي براون تشيد بأهمية زيارتها في هذا الاتجاه. هي فرصة لتعرف أكثر على هذا البلد الذي أزوره لأول مرة. سنعمل على تطوير علاقاتنا وتقاسم قيمنا المشتركة في الدفاع عن السلام والديمقراطية، وذلك في إطار تعاون مشترك ومبني على علاقات تاريخية مهمة. نحن نراهن على هذه الزيارة من خلال هذه الشخصية المرموقة لفتح قناة للتحاور مع كل النخب السياسية والحقوقية المساندة للقيم التي نحملها معا. وتشمل زيارة السيدة كارول موسلي براون المستمرة لأيام بالمغرب المشاركة في عدة أنشطة بعدد من مدن المملكة وعلى رأسها الدار البيضاء والدخلة، كما ستعقد لقاءات مع هيئة حقوقية ومدنية وطنية. عبر تقنية التناظر المرئي انعقد اليوم اجتماع مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية. خلاله استعرض الجانبان حصيلة عمل المجموعة إلى جانب مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك. كيسة العمراني ومحمد نصير.
خلال اجتماع مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. اجتماع تم فيه التأكيد من الجانب المغربي على أهمية الدينامية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تطرق فيها الجانب المغربي لقضية الوحدة الترابية بالخصوص في إطار المستجدات الأخيرة، في إطار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وبافتتاح ما يقرب من 24 قنصلية وقنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية. من جهة أخرى، استعراض الجانبان حصيلة عمل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية ومواصلة الأنشطة بالرغم من ظروف جائحة كوفيد 19. جائحة الكوفيد 19 والتجربة المغربية والفرنسية اللي أبان فيها الجانب المغربي الحمد لله على نجاعتها، وذلك بقيادة جلالة الملك. وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة توطيد علاقات التعاون البرلماني المغربي الفرنسي وتعميق النقاش حول عدد من مجالات التعاون المشترك. التنمية وفرص الاستثمار بجهة الدخل وذي الذهب كانت محور لقاء مع السفراء المعتمدين ببلادنا. الجهة أصبحت جسرا يربط بلادنا بباقي بلدان العالم في ظل منجزات النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية. المجيد حلاوي وعبد الله مزاحم. رئيس جهة الدخل وذي الذهب قال أمام السفراء المعتمدين ببلادنا إن هناك مشروعين: مشروع بأقاليمنا الجنوبية، وهو مشروع حداثي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عنوانه التنمية وبناء الإنسان ومستقبل يضمن الحقوق والكرامة، ومشروع آخر في مخيمات تندوف مبني على عدم الواقعية، لا يضمن مستقبلا ظاهرا للساكنة. هذه الحقيقة اللقاءات دائما مفيدة لنا، لأننا نسأل ونحصل على المعلومات من مصادرها الأساسية والصحيحة لتعزيز أولا فرص الاستثمار، وكذلك تقوية علاقاتنا في الجانب الاقتصادي وفي جوانب مختلفة. نتمنى أن تستمر هذه اللقاءات. بالنسبة لي هذا اللقاء مهم، وكما تعلمون فتحنا مؤخرا قنصلية بالداخل، ويسرنا اللقاء مع المسؤولين الذين يمكن أن نعمل معهم. قبل مجيئي اتصلت بقنصلنا في الداخل وتحدثنا بخصوص القضايا التي يمكن أن نطرحها مع رئيس الجهة. رئيس الجهة أكد بأن سكان الصحراء المغربية اختاروا الوحدة والتنمية والاندماج، وهم شهود على ما تعرفه من ازدهار وتنمية. جهة الداخل وادي الذهب هي جهة واعدة، جهة لها من المقدرات ما يجعلها إن شاء الله تتصدر يعني مكانة مرموقة في المستقبل في يعني من الجهات عموما، وكذلك هي جهة منفتحة للاستثمار. افتتاح عدد كبير من التمثيليات الدبلوماسية بجهة الداخل وادي الذهب، وتموقعها وسط الطريق طنجة دكار، وبرمجة الميناء الداخل الأطلسي، كل هذه الإمكانيات دفعتنا إلى تنظيم هذا الملتقى الدبلوماسي. اعتبر رئيس جهة الداخل وادي الذهب بأن مخيمات تندوف معزولة، لا تنقل فيها ولا مستقبل، عكس ما يعيشه شباب أقاليمنا الجنوبية الذين يتمتعون بثمار النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية. وفي إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تتواصل الأشغال وتتقدم في مشروع الطريق السريع تزنيت العيون. هذا المحور الطرقي الهام الذي يمتد عبر 4 جماعات ترابية بالإقليم. مشروع مهيكل نتعرف عليه أكثر مع حيجب التامك، ياسر العمراني وفؤاد الحرش. المقطع الأول من مشروع الطريق السريع تزنيت العيون، والممتد من شمال إقليم تزنيت إلى جماعة سيدي بوعبدلي على طول 48 كيلومترا، محور طرقي هام يمر على 4 جماعات ترابية بإقليم تزنيت. تقدم الأشغال للآن تتجاوز 43%، فيها بطبيعة الحال جزء ديال الطريق السريع، فيها كذلك توسيع ديال الطريق
من العيون الدخله اللي تقريبا تتجاوز 90% فيما يتعلق بنسب ديال الانجاز. وكاين المنشات الفنيه، نذكر بان المنشات الفنيه على طول الطريق كاين 16 منشاه فنيه. ابعاد استراتيجيه مهمه، التنميه ديال الجهات ديال الجنوب، وكذلك يعني الربط ديال الجهات الجنوب بالشمال، وكذلك اعطاء المغرب البعد الافريقي ديالو، بعد الاستراتيجي. ويضم المقطع الأول منشأتين فنيتين سيمكن من الرفع من جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، وكذا توفير شروط السلامة الطرقية. حنا كساكنة مدينة تزنيت والنواحي كنعانيو من هذا الضغط ديال على الطريق الرئيسية الوطنية رقم واحد، كان هنا مشكل ديال الشاحنات الكبيرة، وكانت حوادث وكان الضغط وكان، وهذا المشروع هذا غادي يفك علينا العزلة إن شاء الله. مشروع الطريق السريع تزنيت العيون الممتد على طول 555 كيلومترا سيساهم في تقليص مدة التنقل وتسهيل مرور العربات بين شمال وجنوب المملكة. مشاريع عديدة أخرى تشهدها المنطقة الشرقية ببلادنا، نتابع نموذجا لها من إقليمي النظور والدريوش تفعيلا لبرنامج التأهيل الحضري لكل إقليم. الهدف تحقيق التنمية المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة بعدة أحياء ناقصة التجهيز. حنان أرسلان، شيلا تابي، وعادل معروفي. إقليم النظور يشهد مشاريع عمرانية كبرى تدعمها الوزارة الوصية ببرامجها ومؤسساتها. حصيلة هذه المشاريع قدمت في هذا اللقاء التواصلي واستكملت بالتوقيع على عدة اتفاقيات. جوج اتفاقيات تتم إعادة التهيئة ديال العروي وديال الزيو، والثاني ثالث اتفاقية كتهم إعادة إسكان قاطني جماعة ولاد السوت. الزيارة هذه الوقوف على مجموعة ديال الإجراءات المتخذة على الصعيد ديال الوكالة الحضارية للنظور الدريوش الكرسيف من أجل تحسين والرفع بالقدرات ديالها والرفع من مستواها، وكذلك من أجل يعني من أجل إطلاق واحد العمل الرقمي لخدمة الوكالة الحضارية. وتنفيذا للمخطط التنموي الاجتماعي المندمج للجماعة الترابية العروي بإقليم النظور، تتواصل أشغال التهيئة الحضرية لعدة أحياء وللطريق المدارية. بالنسبة للشطر الأول والشطر الثاني والشطر الثالث وصلت المراحل 100%، سالت المراحل ديالها، وحنايا في طور إنجاز الطريق المدارية الجنوبية اللي كتربط ما بين المطار ديال العروي والطريق الوطنية على طول 7.5، وصلت تقدم الأشغال فيها تقريبا 20%. وبعملة إقليم دريوش عقد اجتماع لرصد حصيلة القطاع الإكراهات والتطلعات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وضمن هذه الرؤية تم إطلاق أشغال إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بعدة جماعات ترابية بالإقليم، وهي دريوش، ميدار، وبن طيب، لفائدة 7500 أسرة بتكلفة إجمالية تتجاوز 103 ملايين درهم. جماعة ترابية بن طيب تقريبا عندنا واحد 11 حي، كنت تشوفوا هنا 11 حي اللي الأشغال الحمد لله اليوم وصلت 41%. المخطط عندنا هذا المخطط ديال الإقليم دريوش كان مرتقى بسالي في 2022، مع نهاية هذه السنة 2021 غادي يكون إن شاء الله الإنجاز ديال هذا البرنامج برمته. الأشغال إذن تتواصل على أكثر من جانب من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة وتطوير المشهد العمراني والحضري بجهة الشرق. وننتقل إلى الدار البيضاء، حيث وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس الجالية المغربية بالخارج اتفاقية شراكة لمواكبة الكفاءات المغربية بالمهجر على مستوى الاستثمار وخلق فرص الشغل بالمملكة. أمين هناوي وحمد الحمري. تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس الجالية المغربية بالخارج إلى مواكبة الكفاءات والمقاولين المغاربة المقيمين بمختلف دول العالم من أجل الاستثمار بالمملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأم. الاتفاقية تهدف أيضا إلى تحديد مجالات الاستثمار وتسهيل مختلف المساطر الإدارية. نعمل على يعني إدماج الكفاءات المغربية المتوفرة يعني في الجالية المغربية في النسيج الاقتصادي الوطني. هذه الكفاءات كتعبر في يعني في كل مرة عن استعدادها التام الكامل من أجل الانخراط في الأوراش التنموية المفتوحة في بلادنا.
الاتفاقية ستشرف على تنفيذها الجهة 13 داخل الاتحاد العام لمقاولة المغرب والمعنية بدعم الكفاءة المغربية بالخارج. ستمكننا هذه الاتفاقية من الاستفادة من خبرة مجلس الجالية الممتدة على مدى سنوات وعقود، بالإضافة إلى خبرة الاتحاد العام لمقاولة المغرب في مجال تشجيع استثمارات مغاربة العالم. هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى توفير آليات الدعم المادي لاستثمارات مغاربة العالم وإبراز فرص إقامة المشاريع داخل مختلف جهات المملكة من أجل تنمية مستدامة. واللحظة مشاهدينا موعدنا الأسبوعي على غرار كل يوم الثلاثاء مع الفقرة البيئية للنشرة. الفقرة تعالج هذا المساء التصحر كإشكالية بيئية ثم أهمية حماية الواحات. الفقرة من إعداد وتقديم الزميلة هدى بسهل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عيننا على البيئة ترصد هذا الأسبوع ظاهرة التصحر وإشكالية تدهور الأراضي الزراعية والتربة. حسب معطيات الأمم المتحدة تؤثر هذه الظاهرة على 1.5 مليار شخص في 168 بلدا عبر العالم، ومتوقع أن يخسر العالم بسببها ما يناهز 23 تريليون دولار بحلول سنة 2050. حسب نفس البيانات سيؤدي التصحر إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 2% خلال السنوات 10 المقبلة، كما أنه يهدد وبشكل مباشر 4 مليار هكتار من الأراضي على المستوى العالمي. بالمغرب يطال التصحر مساحات شاسعة ويخلق تحديات كبيرة على مستويات عدة اقتصادية واجتماعية وبيئية، تزداد حدته كلما كان المناخ جافا ومصحوبا بندرة التساقطات المطرية. تختلف أسبابه كما تتعدد الجهود المبذولة وطنيا لمواجهته. انعكاساته التصحر على الأنشطة الفلاحية والرعوية إشكالية نرصدها في ريبورتاج عثمان تازي ويوسف مزياني من منطقة عين بن مطهر بإقليم جرادة. على مرمى البصر من جماعة عين بن مطهر تظهر آثار التصحر جلية، تتآكل التربة وتنجرف في بعض المناطق وفي أخرى تستغيث من قساوة المناخ وأنشطة الإنسان. ما تاكل هذه الغنم هنايا في هذه البلاد هذه؟ ما كانش اخي ما كان والو. لا اله الا الله محمد رسول الله. السيد محمد كساب يعاني كغيره من شح النبات وقلة المراعي، وأسباب ذلك عديدة. هذا الحرث، هذا الحرث العشوائي، يعني اللي غير اللي يخلط يتسلط على الاراضي ويبقى يحرث، يعني ما بقاش فين ترعى كسيبه بصفه نهائيه ما عدا هاد المحميات اللي كاينين، ولكن ما كيكونوش على دور الصانع. والمشكل ديال الاعلاف كتشوف الغلاء. اغلب الكسابه منخرطون في تعاونيات لتحسين المراعي، يشتغلون مع مختلف الفاعلين في سعي الى تهيئه وتدبير المجالات الرعويه والمراعي الغابويه وتاطير ظاهره الترحال. كاين تعاونيات تحسين المراعي اللي عندنا هنا في عين بن مطهر، هما اللي يهمهم هذا الامر. خطر كاين مجموعه من الكسابه اللي منضاويين تحت هاد التعاونيات. القانون هذا ديال 1313 اللي واش تنزل على ارض الواقع باش الكساب يضمن واحد الاراضي فين يمكن له انه يرعى فيها ويمكن له انه يرفدوا عليها شويه ديال 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 الجفاف، يعني يوجدوا له واحد الضيعه واحد المناطق اللي ربما يقدر هو يستغل منها ويوكل منها الكسيبه ديالو. والتصحر يواجه هنا عبر عده اجراءات. كنقوم بعمليه تشجير ديال الصنوبر اللي كيكون لحمايه ديال التربه من الترمل والإجراف التربه. كنقوموا بتشجير ديال الوحدات العلفيه، مثلا الحطبه اللي كتخزن لنا واحد الوحدات علفيه اللي كتخفف العبء ديالها من الغابات الطبيعيه. كنقوموا بانجاز سدود وقائيه لحد من التعريه المائيه، والاداره كتحارب هذه الدائره ديال كتحارب الدائره ديال القنص العشوائي والحرث والتعشيب عن طريق زجر المخالفين.
جهود أخرى تبذل داخل هذه المحطة الخاصة بتجميع البذور الرعوية ومعالجتها وتخزينها كمادة أولية لتأهيل المراعي بالمنطقة. نقوم أول حاجة يعني بتعيين مجموعة ديال النباتات ذات النفع الرعوي وذات أهمية رعوية بالنسبة للساكنة، بحيث أننا كان نحدد الأماكن المتواجدة فيها. من بعد كان نبرمجوا واحد البرنامج ديال تجميع هذه البذور ونقلها الى المحطه من اجل ادماجها في برامج ديال التنميه الرعويه واعاده تاهيل هذه المراعي الطبيعيه. وتتم سنويا تهيئه 400 هكتار من الوحدات العلفيه و1000 متر مربع من سدود منع جراف التربه لمواجهه التصحر الذي يطال 90% من اراضي هذه المنطقه. وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب من مدينة وجدة السيد عبد الرحمن الحرجي، أستاذ شعبة الجغرافيا بجامعة محمد الأول بوجدة، متخصص في القضايا البيئية والمخاطر الطبيعية. أهلا بك سيد حرجي. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بك سيدي. إذا لتصحر أسباب عديدة تتراوح بين بشرية وطبيعية، ونذكر الجفاف وزحف الرمال والاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، أيضا أساليب الري الخاطئة، كل هذه الأسباب تؤثر بشكل خطير على التنوع الحيوي والحياة النباتية. ما حجم تداعيات هذه الظاهرة اليوم بالمغرب؟ بالفعل ففي ظاهرة التصحر تتدخل الأسباب المختلفة والعوامل المختلفة، غير أن الأسباب الطبيعية تبقى اعتيادية بالنسبة لهذه المنظومات البيئية، وهي توفر الهشاشة عن طريق الكحولة، والتقلبات المناخية أيضا لها دور، ولكن ليس لها دور خارج حضور الإنسان، بمعنى أن التقلبات المناخية تفاقم ما يفعله الإنسان وما يسببه من اضطرابات في المنظومات البيئية الهشة. هكذا حجم هذه الظاهرة يتزايد وباستمرار في كل المناطق، سواء كانت قريبة من الصحراء أو بعيدة من الصحراء، لأن التصحر ليس له علاقة بالصحراء بحكم كونه ظهور، ليس هو ظهور الصحراء أو تحول المناطق غير صحراوية إلى مناطق صحراوية، وإنما ظهور مشاهد شبيهة بالمشاهد الصحراوية في تحت فضاءات مناخية غير صحراوية. وهكذا نجد أن الظاهرة تطول مختلف المناطق في بلادنا، ولكن بدرجات متفاوتة. نعم، إذن مجموعة من التحديات اليوم تفرضها هذه الظاهرة، وتقابلها مجموعة من الجهود، سواء المخططات والاستراتيجيات الوطنية والمشاريع، وأيضا تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. إذن إلى أي مدى تستجيب كل هذه الجهود لمتطلبات الإدارة المستدامة للأراضي وحمايتها؟ أجل، عمليا هناك جهود جبارة تبذل باستمرار لمواجهة هذه التحديات، وامتدادا لهذه الدرايات هناك إجراءات وعمليات حديثة وعصرية وتنجز على نطاق واسع تقوم بها الدولة وكذلك المجتمع المدني، وعلى رأس ذلك ما تقوم به وتؤطره المصالح التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وبعضها، بعض هذه الإجراءات والعمليات يستحق التثمين، بينما لازلت هناك ثغرات ونواقص، منها مثلا عدم ملائمة التشجير وإعادة التشجير في بعض الأوساط التي لها خصائص معينة. ومنها كذلك من ثغرات والنواقص هناك ضعف التحسيس والتوعية لدى المواطنين والفاعلين على السواء، لأن ظاهرة التصحر ظاهرة اجتماعية وثقافية بالدرجة الأولى، لأن الإنسان هو الفاعل والرئيس في هذه الظاهرة وليس الطبيعة.
ولهذا ينبغي تكثيف الجهود لترشيد استعمال الأراضي وحماية مواردها وذلك لضمان استدامتها، وكذلك بالحد من انتشار الزراعات العشوائية في الأراضي الهامشية. إذن جهود كبيرة يجب أن تبذل في هذا الاتجاه. أشكرك السيد عبد الرحمن الحراجي أستاذ شعبة الجغرافيا بجامعة محمد الأول بوجدة، متخصص في القضايا البيئية والمخاطر الطبيعية. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات. والواحات من المجالات المعرضة للتصحر الذي يؤدي إلى اختلال منظومتها البيئية، تبذل جهود للحد منه والتخفيف من آثاره عبر اعتماد تقنيات تتماشى وطبيعة الواحة. والنموذج من واحة سكورة بإقليم ورزازات، واحة تتميز بتفرد إيكولوجي وجاذبية سياحية، وتختزن ثراثا بيئيا وإنسانيا ذي قيمة عالية. نتابع ذلك في إطلالتنا على المبادرات الخضراء مع سمير بركة وأسماء التازي. احنا تنعانيو الجفاف، ولكن ملي تجي الشتاء يعني تجي بواحد الكميه اللي هي كبيره وكبيره بزاف، وبالتالي تتجرف معها ديك التربه ولا ديك القشره ديال التربه اللي تتكون غنيه بداك المواد العضويه، من اجل انه يعني تعطى الماء ديال السقي للناس، يعني يكون واحد السد اللي هو على المنطقه ديال إمغران باش يعطي واحد الدفعه قويه للفرشه المائيه من اجل باش يحيوا العيون. الحائط الواقي هو واحد القيمه مضافه للواحه، يعني مجموعه ديال الاراضي اللي كانت ضاعت للناس الفلاحه في سكوره، وكيرجع للفضل لمجموعه ديال الشركاء اللي كانوا بينهم المكتب ديال الاستثمار الفلاحي والونزوا والحوض المائي. يعني هذا الجدار الواقي ما هو الا قيمه مضافه باش نحافظوا على الواحه ونحافظوا على المميزات ديالها. تحظى واحة سكورة بأهمية قصوى في الاهتمامات التنموية عبر الرفع من الجاذبية السياحية والاقتصادية للواحات، عبر تثمين سلاسل الإنتاج وتثمين الموروث الثقافي والطبيعي للواحات، وكذلك الحفاظ على البيئة من خلال إنجاز عدة مشاريع اللي كتهم محاربة التصحر، تدبير المعقلن للموارد الطبيعية، وكذلك التنوع البيولوجي. وختاما أذكركم مشاهدينا الكرام أننا ننتظر تفاعلاتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني الخاص بعين على البيئة environnement@snrt.ma. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى الثلاثاء المقبل بإذن الله. الآن إلى الشأن الرياضي. 6 أبريل من كل سنة يصادف اليوم العالمي للرياضة، وهو اقتراح المغربي رأى النور منتصف سنة 2011 بالمنتدى الدولي للأمم المتحدة، واليوم هو يحمل شعار الحذر في ارتباطه بتفشي وباء كورونا حول العالم. محمد أمين نوري وسعيد إجازي. في شهر ماي من سنة 2011 اقترح المغرب بجنيف تخليد يوم عالمي للرياضة، وهو ما لقي صدى دولي إيجابي، توج بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في صيف 2013 يوم 6 أبريل كيوم عالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلم، على اعتبار أن الرياضة تجاوزت دورها التقليدي البدني والصحي لخدمة القضايا الإنسانية الكبرى وترسيخ مبادئ التعايش والسلام والتربية ونشر قيم التسامح التي ظل المغرب في مقدمة الدول المدافعة عنها. هذا اليوم ربما يجب أن نأخذ بالاعتبار في المغرب، على اعتبار أنه أولا هو الذي صاحب هذا الاقتراح، وأيضا أنه المغرب قبل 10 سنوات جعل من الرياضة حق من حقوق الإنسان في دستور فتح حلوز 2011، وهذه السنة يأتي هذا اليوم تحت شعار الحذر. ربما الجمعية العمومية أو الأمم المتحدة رأت بأنه الرياضة ربما هي الوسيلة الأنجع لإيصال الرسائل الأساسية، ومنها الإشارة ضرورة الحذر أمام هذه الجائحة والاستمرار في الاحترازات الاحتياطية. الحذر شعار تحمله الرياضة في منتدياتها العالمية التي تحظى بالمتابعة الجماهيرية الكبرى،
الحذر في زمن كورونا يتخذ من الرياضة منبرا لمخاطبة العقول والضمائر الحية، ليس فقط لتعزيز الإجراءات الاحترازية ولكن أيضا لتقاسم هم الوقاية وتكافؤ فرص الوصول إلى جرعة اللقاح عبر العالم. اليوم العالمي للرياضة صناعة مغربية لتعزيز دور النشاط الرياضي في نشر القيم الإيجابية كاقتراح مغربي انبعث من عمق انشغال المملكة الدائم بقضايا الإنسان والتنمية المستدامة. صور نهاية النشرة تأخذنا إلى جولة في عالم الفضاء وتحديدا المريخ. على أرض الكوكب الأحمر نجحت مروحيات إنجينيويتي الصغيرة المثبتة تحت الروبوت الجوال بيرسيفرس في أن تصمد وحدها في ليلتها الأولى على الكوكب الذي تنخفض فيه درجات الحرارة أثناء الليل إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وصفت ذلك بالمحطة المهمة. وكانت هذه المروحية ذات الوزن الخفيف جدا والتي تشبه طائرة مسيرة انفصلت السبت عن الروبوت الجوال الذي هبط على سطح المريخ في 18 من شهر فبراير الماضي. إلى هنا مشاهدينا تكون نشرتنا قد استوفت كل المواد. تذكير بأبرز ما جاء فيها. المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تقدم معلومات دقيقة لصالح الاستخبارات الفرنسية حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشي كان يستهدف مكان للعبادة بفرنسا. جمهورية كولومبيا تؤكد على أهمية المبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم يكون مبنيا على التزام جميع الأطراف. في ظل المخاوف من الانتشار السريع للمتغير البريطاني لفيروس كورونا وارتفاع الحالات الحرجة، التقيد بالإجراءات الاحترازية يظل السبيل الأوحد لتصدي للجائحة في انتظار بلوغ المناعة الجماعية بواسطة اللقاح. ظاهرة التصحر تلقي بظلالها على الوسط الطبيعي بالمغرب وتشكل تحديا حقيقيا على المستوى الاقتصادي والبيئي، إشكالية عرضنا لها في الفقرة البيئية لهذه النشرة. طاقم النشرة يشكر بقائكم معنا مشاهدينا إلى الغد بإذن الله.